100%. يلا نتكلم على النشاطات بصفة عامة. كنت حاضرة معنا قبل أشهر، خليني نقول قبل عام، نعم يعني مر الوقت بالخف. كنا تكلمنا على نشاطات اللي تقوموا بهم انتم كجمعيات وايضا كدار شباب بسيدي عيسى فيما يخص احتواء وباء كورونا. كنتم قمتم بمجهودات جبارة من حيث صناعة الكمامات، توزيع الكمامات ونشاطات أخرى. الآن كورونا للأسف لا زالت، وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله. وشهر رمضان القادم يعني أكيد في خطة استراتيجية قمتم بها لاحتواء الوباء من جهة أيضا، نعم، واستعدادا لشهر رمضان أيضا. صباح الخير أخت زهيدة، صباح الخير إلى كل مشاهدي قناة الشروق نيوز. نعم، دار الشباب وقطاع الشباب والرياضة بصفة عامة له استراتيجية عمل ومخطط عمل لاحتواء وباء كورونا، وكذلك لمختلف الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية على مستوى دور الشباب في شهر رمضان على الأبواب، ونحن في ما زلنا مع وباء كورونا. أكيد دار الشباب يحيوي بن مالك سيدي عيسى كباقي دور الشباب على المستوى الوطني لها استراتيجية عمل، من بين برنامج العمل كالعادة متواصلون في الطبعة الثانية للفحص المجاني، سوف يكون هذه المرة خصيصا لشهر شهر رمضان. فحص بأي بحث؟ فحص مجاني للمعوزين، فيه فحص مجاني، أشعة مجانية، وكذلك تحاليل مجانية لمختلف المواطنين المعوزين. طيب، نعم، نقف فقط عند هذه النقطة، الفحص على أي مستوى يتم؟ يتم على مستوى دار الشباب يحيوي بن مالك باتخاذ البروتوكول الصحي، وهذا حضور مختصين في مثلا مختصين في مرض السكري والضغط الدموي، أطباء عامين، ومختصين في أمراض النساء والتوليد، وكذلك مختصين في طب الأطفال. وسوف نشرف كذلك بالتنسيق مع مختلف الجمعيات الفاعلة في المجتمع، كذلك بعملية اختتان للأطفال الذي يكون على مستوى المستشفى. طيب، عملية اختتان جماعية. نعم. بالنسبة لي في كل مرة يكون جاي رمضان يكون كاين مساعدات، وهذا يدل دائما على تضافر الشعب الجزائري فيما بينه. التضافر يتم أيضا عبر توزيع قفف رمضان للمعوزين، هل لكم جانب من هذا؟ بالنسبة للقفف لشهر رمضان نحن كدار شباب ليست من اختصاصنا، ولكن كمتطوعين مع مختلف الجمعيات باستطاعتنا مساعدة المعوزين بإدلاء آرائنا حول العائلات، وكذلك حول الناس الذين ربما أولادهم منخرطون في دار الشباب. أحيانا علاقتنا بالمنخرطين تجعلنا نكتشف من هم الأسر المعوزة، واحتكاكنا بهؤلاء الأطفال نساعدهم بطريقة غير مباشرة، وهذا بالتنسيق مع مختلف الجمعيات وإبداء آرائنا تمكينهم من الاستفادة بقفص رمضان بدون إحراج. طيب، ما في نعم نفذ. نتكلم على دور الشباب بحد ذاتهم في هذه المبادرات، انت بما انه مديرة دار شباب، نعم، فاكيد في عندك احتكاك أكيد كبير مع الشباب، اكيد دور فعال للجمعيات الخيرية ونشاطات تطوعية في هذا المجال، ولشباب ايضا تطوعي، رئيس الجمهورية والحكومة في أكيد كل مرة تشجع وتثمن هذه النشاطات، ونحن ايضا ك مؤسسة إعلامية برنامج في كل مرة نثمن النشاطات والمجهودات التي يقوم بها شباب تطوعي عبر العديد من المستويات. شكرا أخت زهيدة. هذا بالنسبة للدولة الجزائرية دائما تثمن مجهودات الجبارة التي يقوم بها الشباب ودوره الفاعلي في المجتمع. نحن كإدارة وكاحتكاكنا من أهداف عملنا إدماج واحتكاكنا مع الشباب، الآن نلاحظ أن الشباب له مرجعية ثقافية أخلاقية، وكذلك له إرادة جمعاء
سوية يعني وفاعلية في المجتمع. الشباب اليوم أصبح هو من يطلب أن ينخرط في مختلف الجمعيات، وكذلك أصبح هو من يبادر بالمساهمات. على سبيل المثال لما تكون لدينا خرجات لزيارة ميدانية في المستشفيات وكذلك لمختلف الأجنحة في المستشفى للمرضى، نجد أن الشباب هنا يحاول المبادرة وكذلك يحاول أن يساعد المجتمع بمختلف أطيافه. على سبيل المثال أخت زهيدة، دار الشباب كانت لها كذلك دور فعال في مدينة سيدي عيسى وضواحيها وبعض الولايات المختلفة. الشباب هنا هم من قاموا بعملية التحسيسية والتوعوية على مختلف المجالات. يعني نلاحظ أن لهم وعي جمعوي أكثر مما كان في السابق، خاصة وأن الدولة الجزائرية تحاول يعني أن تشجع مختلف الشباب في هذا العمل الجمعوي. في هذا العمل الجمعوي حتى الانخراط في العمل الجمعوي أصبح بإمكان أي شخص الانخراط في هذا العمل الجمعوي. أنتم كدار شباب، ما هو دوركم التنظيمي لهذه الجمعيات التي تنشط على مستوى مثلا سيدي عيسى؟ يعني الآن أصبحت جمعيات وهمية، خلينا نقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإمكان أي فريق. يعني هو صحيح مجهود مبذول، ولكن على الأقل هناك قوانين وعلى الأقل هناك قواعد تضبط الجمعيات أيضا. أكيد هناك قوانين وأسس لتأسيس الجمعية، وكذلك العمل التنظيمي المهيكل هو يعني من يستطيع أن يرسم أهدافه وكذلك من يعني وغايته. بالنسبة للجمعيات، نحن كدار شباب يحيى بن مالك سيدي عيسى ولاية المسيلة دائما نحاول المشاركة، التنسيق والعمل مع الجمعيات، وهذا عندما يعني يكون لهم الطريقة القانونية للجمعية، يعني تأسيس الطريقة بطريقة القانونية للجمعية. نحاول على الأقل يعني أحيانا توجيههم الطريقة الصحيحة للعمل الميداني وكذلك العمل الإداري. مثلا على سبيل المثال هناك شباب لهم إرادة، لهم يعني إرادة قوية للعمل الجمعوي، إلا أنهم لا يملكون مثلا معلومات كافية حول العمل الإداري المنظم من حيث جداول الإرسال وكذلك من حيث المراسلات الإدارية. نحاول توجيههم بطريقة إدارية منظمة، وكذلك نحاول توجيههم لمختلف الإدارات للعمل معهم. على سبيل المثال إذا كانت جمعية كافي اليتيم، إذا كانت جمعية مثلا المرضى، إذا كانت جمعية يعني بصفة عامة خيرية أو جمعية ثقافية، خاصة الجمعيات الثقافية، نحاول إدماجهم في العمل. عن الاستراتيجية أكثر والخطة التي ستقومون بها خلال شهر رمضان من أجل تفصيل أكثر. نعم، بالنسبة للاستراتيجية والخطة العامة التي نقوم بها في شهر رمضان بإذن الله، يعني خططنا لعمليات تحسيسية توعوية بالنسبة ل يعني صحة المستهلك من حيث المواد الغذائية، وهذا سوف يكون بالتنسيق مع الجمعيات المختصة، وكذلك يعني بالتنسيق مع بعض الأطباء للإرشادات والتوجيهات. سوف نقوم بخرجات ميدانية لمدينة سيدي عيسى بالنسبة للمحلات التجارية، محلات بيع المواد الغذائية وبيع كذلك اللحوم، وهذا من أجل التوجيه ويعني تبيين طريقة الاستهلاك الصحيحة من حيث يعني بداية ونهاية الاستهلاك، من حيث طريقة التعبئة، وكذلك من حيث طريقة التخزين. بالنسبة هذا للعمل التحسيسي، وكذلك سنحاول جاهدين مواصلة العمل التحسيسي بالنسبة لوباء كورونا، نتمنى من الله أن يرفع عنا هذا الوباء. وكذلك ما هو مهم، أنا حسب رأيي أنه كذلك سوف نقوم بعملية تطوعية للفحص المجاني وزيارة. طيب الفحص المجاني، هذه العملية التطوعية كما قلتي لم ينطلق بعد،
لم ينطلق بعد. نعم. العام الماضي طيب كانت الفكرة كيف استقبلها المواطن؟ يعني هذه الطبعة الثانية. العام الماضي كانت في 18 بمناسبة يوم الشهيد، كنا قد استقبلنا 680 مريض ومريضة، تم اكتشاف 7 حالات للسرطان، وكذلك تم فحص مجاني، أشعة مجانية، تحاليل مجانية، وكذلك أدوية مجانية، وهذا بالتنسيق مع، وقمنا كذلك بعملية تطوع بالدم، وهذا بالتنسيق مع مستشفى كويسي بالعيش وعيادة الزهراء، وكذلك معظم صيادلة سيدي عيسى الذين تبرعوا وتطوعوا بالأدوية مجانا، خاصة يعني صيادلة مدينة سيدي عيسى، وكذلك قمنا بتحاليل مجانية. كانت في البداية يعني عملية صعبة، ولكن التنظيم المحكم وكذلك مساعدة الصيادلة والأطباء والمستشفى لهذه العمليات جعلها ناجحة، وهذا بآراء المواطنين. وما شجعني أخت زهيدة وشجع كل المتطوعون معنا هو استقطاب الفئة المعوزة، الفئة الهشة التي استفادت من هذه العملية التطوعية، وهذا ما زادنا إصرارا يعني مواصلة الطبعة الثانية للعمل التطوعي، للعمل التطوعي بالنسبة للفحص المجاني والتحاليل المجانية. نعم واضح. شكرا. إذن نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. من جديد، وأكيد هذا في إطار الحديث عن العمل الجمعوي ودور الشباب أيضا في النشاطات الجمعوية على مستوى سيدي عيسى، وعلى مستوى خليني نتكلم على نقطة أنه مناطق ما نقولش الظل، ولكن المناطق التي في الآونة الأخيرة شاهدنا أنه في نشاطات كبيرة على مستواها. بالنسبة لي التحدي الإصرار على يعني العمل، لا نحتاج إلى إمكانيات مادية لكي نقول أننا نعمل، ولكن دورنا دور قطاع الشباب والرياضة هو العمل الجمعوي، كذلك تشجيع الشبان، وكذلك العمليات التوعوية والتطوعية، هذا ما حفزنا عندما نجد يعني فاعلية الشباب موجودة معنا، ونجد يعني العمل التطوعي من طرف الشباب، هذا يجعلنا يجعل الحافزة في داخلنا، وكذلك يجعلنا نواصل دائما العمل. وأكبر دليل أنه مثلا الفحص المجاني العام الماضي كان ناجح، والحمد لله، هذا ما جعلنا يعني نقر بالطبعة الثانية للفحص المجاني. أخت زيد. طيب. نعم. في الفحص المجاني مساهمة الأطباء أيضا. كذلك مساهمة الأطباء، على سبيل المثال عندنا 4 أطباء من الجزائر العاصمة، عندنا 4 أطباء كذلك من مدينة سيدي عيسى مختصين في النساء والتوليد، أطباء الأطفال والمرض السكري والضغط الدموي، وكذلك طبيبة عامة. الأطباء بالعكس لو أن يعني دار الشباب لها قاعات كثيرة يعني لتخصصنا في مختلف التخصصات، على سبيل معنا جراح كذلك. الأطباء يريدون المساهمة، الأطباء متقبلون الفكرة ويريدون التطوع مع النقص القاعات صح، يعني عند ما هو مواطن محتاج أكثر. على سبيل المثال طبيب العظام هذا العام كذلك لدينا اختصاص في طبيب العظام، نشكر الطبيب لونيس. الأطباء يريدون التطوع، ولكن كل مرة كل طبعة نحاول يعني إحضار أطباء مختصين. طيب واضح. شكرا جزيلا لك أمينة بالقاسم، مديرة دار الشباب بمنطقة سيدي عيسى بولاية المسيلة. شكرا جزيلا. وبالتوفيق لكم. شكرا جزيلا أخت زهيدة. شكرا. شكرا. مشاهدينا الكرام المورنينغ